إذن مشاهدين تبع قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا على جد مقربة أو ساحة ماريشال، كما كتلاحظوا معنا آلاف ديال البيضاويين خارجين بالفرحة ديال الفوز ديال تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى الدور الثاني، تأهل اللي ما دخلناش الطعم ديالو من سنة 1998. يعني كيف كتبوا معنا مشاهدينا الكرام؟ يعني نساء ورجال اطفال صغار ايضا كيتواجدوا هنايا، يعني كل شيء خارج فرحان بهذا التاهل التاريخي. Yes.
الكرام الاف البيضاويين تحجوا هذه المنطقه هذه ساحه ماريشال Thank you.
يعني هادشي ومازال الناس كيتوافدوا على هذه المنطقه هذه، يعني الاف البيضاويين الناس من جميع انحاء مدينه الدار البيضاء جاوا لهذه المنطقه هذه احتفالا تاهل المنتخب الوطني المغربي صراحه اللي قدموا واحد الاداء كبير وكبير بزاف وشرفونا. تحياتي لهم. مشاهدينا الكرام غادي نودعكم الامل، نلقاكم في بث مباشره ان شاء الله الى اللقاء.